جماعه شباب نشتغل على مناهضه العنف المسلط على الاطفال. جينا لمنطقه المحمديه لاحياء معينه، حي نسيم، حي زيتون او بما يعرف بحي الدجاج، حي الخرف. خدينا دي تيمونياج بتاع صغار حكيونا على العنف المسلط عليهم، العنف المدرسي، العنف اللي في الشارع. المحمديه اليوم بالاخص خدينا احياء منها اللي رينا انه فيها العنف اكثر، برسنتاج بتاع العنف المسلط على الاطفال اكثر، لدرجه انه العباد هوني تبرر لك ثقافه العنف وتحكي هوني. خدينا دي تيمونياج مع صغار، خدينا صغار قاعدين يحكيو كيفاش يتضربوا. العنف ولا ثقافه عند الاهالي وعند الاطفال؟ ان شاء الله باش تفرجوا معنا في الروبورتاج شلقي. قديش عمرك؟ 7 سنين. فيش تقرا من الله؟ سنة ثانية. ستي تضرب فيك في المكتبة ولا؟ طب علاش تضرب فيك؟ خاطر نشاو. وانتي علاش شاو في المكتبة؟ باهي، ستي تقول لكم تيحة عليكم وقلت لكم كلام خايبة؟ ديما شو تقول لكم ستي؟ المهم مزيان. باهي. وفي الدار بابا وماما يتاتيوك يضربوك كي تعمل حاجه خايبه؟ كيفاش تاتيوك ماما وبابا؟ بس تضرب بالشلاك. باهي، في الشارع يصيحوا عليكم العبيدة؟ ليه ما يصيحوش عليكم؟ كنا فما واحد يسكن هنا، قالت له امه بدل كشخوك، خرجت هي دراوي مشيت، قالت له بدل كشخوك يا اخي هو نسي قعد يلعب في الاورديناتور نسي. ايش تعمل كي جيت تلقى كشخوه مسح حرقته في دي مسح خشينه ولا الحلقه نعم حرقه خشينه ولا حرقه حرقه قداك لهني فما زاد قعدت له سي فما زاد باش تنحت برشا عندها برشا قعد باش تنحت فما زاد اطفال فما زاد اطفال جاب معدل خايب امه شادت شعرها قصت له سبب قصيت داك في شعره معناتها شكون حكي؟ يسكن في حي نسيم يقرا معايا. حي نسيمة؟ انت هو صباح في فاصمة ولا كيفاش؟ ليه معمول بالله ان شاء الله السبيطار جاب سوليا. هو تو مازلت نقرا معايا. كيف الحالك انت حاج؟ بحذا في الكولاج هذايا زوج. حتى في نسيم فما راهو حالات انتحار. اما تسمع بها ما تسمعش بها نجوم. 3 سنين هذوما راهو فما برشا غير برشا راهو ما تسمعش بها. حاشي بمنطقة المحمدية. في المحمدية طاقة 4 5 حاليا. فما واحدة قبل حبت انتحرت عارك هي وصاحبتها. ما ليه وقت تكسر يدي معناها وبوه هزوا للخارج. محاولة. اي باش الصحابة ما تجيش تحكي مع الكل هزوا بوه للخارج. اما تاع سنة تاع سنة. اي بالاخص سنة سنة فما ديجا زوز انا نعرف معناها نعرف واحد في الخرب واحد في حي قصر. ضربة على خاطر كيما هكا. ما تنجمش الجملة شفت أمه ومبوه كفر فيها على الآخر جاو الحاكم للدار ما خلاهمش يحكوا جاو ما تنجمش تحكي معاهم جملة تسمع بالحكي فما طفل أمه وبوه ديما يضربوا فيها وكا كبر توا مشي سكر 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 ومن بعديك مشي يضرب أمه بزوز سكر كان في الظهر يحكوا عليها هاكا بحنا لهني لهني مشي بعيد لهني 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 توا معناها الحكايه جديده هنا هنا امبارح ما عرفش عليه حاسب كبير ليلة في الزون فانسي فانسي راجل عيط للحطاب ولد الحطاب اي اي ولد الحطاب يقول هذا كل خاطر بهم وديما يقمع عليهم شفت الطفل تضربوا برشا 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 ينتقم تقول لك انت حكيت البيلي عندك انت حاجه صغيره تو سامح انا قريت فيها كيما هكا امي بابا يخدموا زاد شنو صار بالضبط؟ انا كل يوم ما نوصلش برشا معناها خاطر وحدنا نقعدوا في الدار نفطر وحدي نلبس حوايجي وحدي خاطر امي بابا معناها يخدموا نمشي البيلي تو سامحني انا نمشي ناخذ مره البيلي 2 3 الي متى كل ما نمشي ناخذ بيت في امي ولا بابا ناكل تراح هذا وقت كنت صغير تاكل تراح تولي سامحني كي تمشي للبيت انا ما ضربت سيرفيون معناها غادي خاطر ما حبش تعطيني بيت بعد باش ياخذ بيت بالرسمي ضربت سيرفيون ما حبش تعطيني بيت
علاش خاطر انا مانيش ابصر القايم العام مع حاجه جديده اخر نهار في السلاح القايم العام قال لهم ما تقروش روحوا رجعوا يلقوا روحهم ابصر كلهم شنعمل نجيب الاولياء قعدوا كيكا ابصر في اخر ساعه قالت لهم ما تحبوا بيا اجوا الدنيا بارده يديهم جنب بالكواتش ولا بالحديد يديها عامله هكا يضربوا بالحديد جابت مرتين مره جابت خويا خليبي ومره خالي خليبي مرتين تعاون قولها هما تاخذوا باخذ قول لي امورك كيف بالرسمي ما تجيش والله سميس ناس في العرب حتى صغار لو سمحت انا بجي زي يلعب كنت نشوف الوراق يلعبوا تمشي امه تشري له حاله هذه فتله ذاك وهذه صغير هذا مثال ذاك هذا مزوز ما هذاك اكل هذا هذه صغير فتله ذاك تمشي امه تشي تضرب هذه صحيح معناها حاجة مشت من جدود جدود جدودنا قعدت في تونس اما بدلوها معناها ضرب ولا عندنا ثقافة يولي طفل صغير من اللي هو يولي راجل يولي يتعلم انواع الضربة كي تشد امه تعطيه درس قبل ما تعلمه كيفاش يعرف كيفاش يتصرف مع مرته تعلمه كيفاش يضرب صغاره معناه كيفاش يتصرف معاه اول حاجة تعلمه ولا واحد تضرب امه مش يضرب الصغار كما ضربت امه مش يضرب الصغار فيبدأ يتعارك هو ايه ايه هذاك كيف هذا كيف هذا الطفل هذا صغير ديما يضرب في الصغار ديما يضرب في الصغار كيف هذا يضرب في هذاك الصغار مش ديما يلعب ابو شوي مش قلت قبل يضرب فايت كل مره براي ماما يحبش يقول يضربوه